لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذا الشهر المبارك الفضيل بما له من خصائص وفضائل تميزه عن غيره من الشهور، إنما كان سر ذلك وأصل سببه أنه شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. هذا هو تعريف شهر رمضان، الشهر الذي اصطفاه الله عز وجل لإنزال وحيه ورحمة خلقه، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وهكذا لا يقترب القرآن من شيء إلا شرفه وعظمه، ولا يقترن بزمان ولا مكان إلا فضله وكرمه، ولا يتصل بحال إلا باركه وميزه. نزل في شهر رمضان فكان خير الشهور، ونزل في ليلة القدر فكانت خير الليالي، ونزل في مكة المكرمة فكانت خير البلاد، ونزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فكان خير الرسل، ونزل على هذه الأمة فكانت خير أمة أخرجت للناس. وكذلك الأشخاص، ما من إنسان يرتبط بالقرآن ارتباطا وثيقا إلا نفعه ورفعه وأعزه وأعلى قدره. فحفاظ القرآن العاملون به هم صفوة الله عز وجل وخيرته من خلقه، بل هم أولياؤه المختصون به. ألم تسمعوا رسولكم صلى الله عليه وسلم وهو يقول: إن لله عز وجل أهلين من الناس، فقالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. أهل القرآن هم أهل الله، وكفى بهذه النسبة وهذه الإضافة شرفاً وفخراً لأصحاب القرآن. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، أي أولياؤه المختصون به من دون الناس، حتى ولو كانوا فضلاء. لذلك تجد أهل القرآن يميزون ويباركون في أحكام الدنيا وفي أحوال الآخرة. أما أحكام الدنيا ففي صحيح مسلم أن نافع بن عبد الحارث لقي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعسفان، وكان أميرا لعمر على مكة، فقال له عمر: من استخلفت على أهل الوادي؟ من جعلت أميرا على مكة عندما أتيتني؟ من استخلفت على أهل الوادي؟ فقال: ابن أبزة، ولا يعرفه عمر. فقال له: من ابن أبزة؟ قال: مولى من موالينا، عبد معتوق من عبيدنا. قال: مولى من موالينا. فاستنكر عمر رضي الله عنه وأرضاه، قال: استخلفت على أهل وادي مكة المكرمة، أم القرى، استخلفت على أهل الوادي مولا من الموالي؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إنه قارئ لكتاب الله، أي حافظ لكتاب الله، إنه قارئ لكتاب الله، عالم بالفرائض. فقال عمر وهدأت نفسه، فقال: أما إذ قلت ما قلت، فإني سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين.
إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين، ولذلك يقدم صاحب القرآن على غيره في أحكام الدنيا. انظر إلى مقام الإمامة، الصلاة خير مقامات العباد. من الذي يقدم النبي صلى الله عليه وسلم في الصدارة إمامة للمسلمين في صلاتهم؟ لم يقدم أغناهم ولا أقواهم، ولم يقدم أعلاهم نسبا ولا أكثرهم جاها، وإنما قال يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. وهكذا تستمر مسيرة التميز مع صاحب القرآن في أحوال الآخرة، في قبره ويوم بعثه ونشوره وفي عرصات القيامة. وأرعني سمعك يرحمك الله. أما في القبر فهؤلاء خير الناس، شهداء أحد الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم خير شهداء الأرض. كانوا 70 رجلا، فلم يستطع المسلمون أن يحفروا لكل واحد منهم قبرا، فكانوا يحفرون القبر الواحد ويدفنون فيه الرهط من الشهداء. كلهم شهداء، كلهم فضلاء، كلهم من خير الناس على وجه البسيطة، ولكن من يقدمون في القبر؟ كلهم من أهل الفضل. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قدموا أكثرهم قرآنا، وقد كان فيهم حمزة ومصعب وغيرهم من الأفاضل العظام، ولكن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم في القبر أكثرهم قرآنا، هو رائدهم وإمامهم في الدار الآخرة. قدموا أكثرهم قرآنا. وهكذا تستمر المسيرة من يوم ينشق القبر أو القبور عن أبدان الناس. في مسند الإمام أحمد من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن القرآن يلقى صاحبه حين ينشق عنه قبره، من أول لحظة من لحظات يوم البعث والنشور. إن القرآن يلقى صاحبه حين ينشق عنه قبره في صورة الرجل الشاحب المجهد المتعب، في صورة الرجل الشاحب، فيقول له أما تعرفني؟ فيقول صاحبه لا أعرفك، فيقول أنا صاحبك. انظر إلى هذه النسبة، أنا صاحبك، أنا الذي كنت أسهر ليلك وأظمئ هواجرك، أنا الذي كنت أحملك على قيام الليل وصيام النهار. معنى الكلام، أنا الذي كنت أسهر ليلك وأظمئ هواجرك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، أي كل تاجر إنما يبتغي من تجارته الربح، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وإنك اليوم من وراء كل تجارة، يعني ربحك اليوم مني أكثر وأثمر وأطيب من ربح أي تجارة في الدنيا، وإنك اليوم من وراء كل تجارة. فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه، يتعدى نفعه إلى والديه، يرجون تجارة لن تبور. ابتدأت هذه الآية بقوله إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، وإنك اليوم من وراء كل تجارة. فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا، أي لا يستطيع أهل الدنيا أن يدركوا قيمتهما. وفي شرح آخر أي لا أهل الدنيا ولو اجتمعوا فكانوا في كفة، وكانت هذه الحلة في كفة
لرجحت بهم الحلة، لا يقوم لهما أهل الدنيا. ثم يقال لقارئ القرآن اقرأ، وصعد في درج الجنة وغرفها، فما زال في صعود ما دام يقرأ هذا كان أو ترتيلا، سواء أقرأ بسرعة أم ببطء ما زال يصعد في غرف الجنة ودرجاتها. وفي رواية أخرى في غير المسند يقال له اقرأ وارقى أعلو، اقرأ وارقى في الدرجات، فإن منزلك عند آخر آية معك. ولذلك قال أهل العلم إن درج الجنة على عدد آي القرآن. اقرأ وارقى في الدرجات ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية معك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن، أي عن ظهر قلب احفظوه، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين، البقرة وآل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان، الغمامة والغمامة كل ما أظلك فوق رأسك، كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف، جماعتان من طير باسطة أجنحتها تحميه تظله في يوم تقترب فيه الشمس من الرؤوس بمقدار ميل، أو فرقان من طير صواف يحاجان عن صاحبهما يوم القيامة، أي يشفعان ويجادلان عنه حتى يدخلاه أعلى درجات الجنة، يحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، يعني السحرة. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم إن صاحب القرآن يأتي يوم القيامة فيقول القرآن يا ربي حله، فيوضع على رأسه تاج الوقار، ثم يقول القرآن يا ربي زده، فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول القرآن يا ربي ارض عنه، فيرضى الله عز وجل عنه. وليس بعد مقام الرضا من مقام، ولذلك سكت، ورضوان من الله أكبر، يا ربي ارض عنه فيرضى الله عنه، ويقال اقرأ وارقى، ويزاد بكل آية حسنة أي درجة في الجنة. جاء أبو ذر للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أوصني، فقال عليك بتقوى الله فإنه رأس الأمر كله، ثم قال يا رسول الله زدني، فقال عليك بتلاوة القرآن فإنه نور لك في الأرض وذكر لك في السماء. نور لك في الأرض بصيرة وهداية، ثناء وبهاء على أصحاب القرآن العاملين به، وذكر لك في السماء أي تثني عليك الملائكة في الملأ الأعلى، وفي لفظ وذخر لك في السماء أي كنز مدخر لك من الجزاء الحسن تلقاه عند لقاء الله. عليك بتلاوة القرآن فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء. وهنا وقفة لا بد منها، ما معنى تلاوة القرآن؟ إن الذين يتلون كتاب الله، عليك بتلاوة القرآن، ما معنى التلاوة؟ كثير من الناس يقصر التلاوة على قراءة الحروف، وهذا بعض التلاوة، والمطلوب حق التلاوة، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. ما حق التلاوة؟ التلاوة حقيقتها الاتباع، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، ما معنى تلاها؟ أي تبعها، جاء في إثرها. وهكذا تلاوة القرآن تتلى حروفه ومعانيه وأحكامه، أما حروفه فتتلى بالقراءة، وأما معانيه فتتلى بالفهم والتدبر، وأما أحكامه فتتلى بالعمل والامتثال. بهذا يكون العبد تاليا لكتاب الله
حق تلاوته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به ألبس والداه يوم القيامة تاجا نوره كنور الشمس أو ضوءه كضوء الشمس. هذه المنازل الثلاثة: قرأ القرآن هذا في الحروف، تعلمه هذا في المعاني، وعمل به هذا في الأحكام. بهذا يكون العبد من أهل القرآن، يقرأه، يفهمه، يتعلمه. قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله، وهو من سادات التابعين، من كبار قراء التابعين، أخذ القرآن عن عثمان وعلي وابن مسعود وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبد الرحمن السلمي: أخبرنا الذين كانوا يقرؤوننا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يأخذون منه 10 آيات فلا يتجاوزونها حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل. قال: فتعلموا العلم والعمل جميعا. في مستدرك الحاكم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لقد عشت برهة من الدهر، وإن أحدنا ليؤتى الإيمان قبل أن يؤتى القرآن، تنزل السورة على قلب محمد صلى الله عليه وسلم فنتعلم ما فيها من حلالها وحرامها وما ينبغي أن نقف عليه فيها. هذا هو مسلك الرشد، تعلم القرآن أي فهمه ثم العمل به. بهذا يكون الواحد منا من أهل القرآن. ألم تسمعوا إلى قول الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك. لماذا؟ ليتدبروا آياته. ولماذا؟ وليتذكر أولو الألباب. يتدبرون، يتفهمون، يعون المعاني، ثم يتذكرون أي يتعظون ويمتثلون. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد. لماذا؟ لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى. تدبر ثم تأثر، تفهم ثم تذكر. بهذا تكون هذه الأمة بحق من أهل القرآن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. وبعد، القرآن الكريم بما فيه من بركات ورحمات ينتفع به قوم ويتضرر به آخرون. قال الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، والعياذ بالله. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، إما يعمل في نجاة نفسه عملا بالقرآن، وإما يهلك نفسه والعياذ بالله بالإعراض عن القرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبهذا الحديث أختم لعله أن يقع في القلوب موقعا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القرآن شافع مشفع وماحل مصدق. الماحل هو الساعي بالأخبار إلى السلطان، المجادل المخاصم. القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه ساقاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به فقد جعل القرآن أمامه، ومن أعرض عن القرآن واتخذه مهجورا والعياذ بالله فقد جعل القرآن خلفه. من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن، وزيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم.
اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، واجعلنا ربنا من الهداة الراشدين. أقول ما سمعتم، وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.